أهلا وسهلا بكم بدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا اليوم طبقات الغلاف الجوي، محاضرة 34. طبعا مثل ما أخذنا صف سادس بالدرس اللي فات شرحنا عن الغلاف الجوي، وقلنا الغلاف الجوي هو يحيط الكرة الأرضية. هسه أجي هو هواء يحيط الكرة الأرضية، وشرحنا النسب مالته وعرفنا فائدة كل جزء. هسه أجي هذا الغلاف الجوي بخمس طبقات. تشوفون هذا؟ طبعا هو الغلاف الجوي اللي يحتاج كل الكائنات الحية مثل ما قلنا. زين، هذا أول شيء أبدي بالطبقات اللي هي الأقرب إلى الكرة الأرضية، وراها نبدي نصعد للفضاء. طبعا بدون الهواء الجوي إحنا ما نقدر نعيش، ممكن إحنا نعيش بدون ماء أو بدون طعام، لا يعني أيام، عدة أيام، لكن أكثر من دقائق إحنا ما نقدر نعيش بدون هواء. زين، أجي أول شيء أقرب شيء داخلي، أول شيء الداخلي، جزء الغلاف الداخلي. هذا الغلاف هو الأقرب إلى سطح الأرض، وشي يصير بيه؟ تصير بيه الأمطار والرياح والرطوبة اللي هي التغيرات الجوية. وين تصير الأمطار؟ بالغلاف الداخلي، الرياح والرطوبة وغيرها، فهو أقرب إلى سطح الأرض. أجي الغلاف الآخر الثاني اللي هو الغلاف الطبقي، تشوفوه الغلاف الطبقي هو ثاني جزء، يقول هو أعلى من طبقة الغلاف الداخلي، وهذا شبي بغاز مهم جدا يحمل كائنات الحية اللي هو غاز الأوزون. غاز الأوزون هو يحمل كائنات الحية من أشعة الشمس المؤذية، اللي هي طبعا الغاز الأوزون يمتص طبقة معظم الأشعة فوق البنفسجية تضرب الكائنات الحية وغيرها. زين، وبعد شي يصير بي هذا الغلاف الثاني؟ ما بي اضطرابات جوية، يعني ما بي تغيرات أمطار ورياح ورطوبة وغيرها، فبالتالي تقدر الطائرات تحلق بي، الطائرات كلها تحلق بهذا. يعني احنا من نسافر ونصعد الطيارة احنا بيا غلاف من الغلاف الثاني اللي هو الغلاف الطبقي. زين، اجي على اللي بعده، الغلاف المتوسط. هذا اعلى الغلاف الطبقي وإلى أهمية كلش كبيرة، يعني كبيرة. شنية اللي هو يعمل كحاجز ضد الأجرام السماوية، يعني شنو؟ يعني مو تنزل الأجرام السماوية، هذا مو توصل للغلاف المتوسط بعد تحترق ما تقدر توصل إلى الأرض، فهو يحمينا من الأجرام السماوية اللي هي الشهب والنيازك. زين، أجي على الغلاف الحراري، الغلاف الرابع. هذا الغلاف الحراري من اسمه حراري، فإذا شبيه ترتفع به درجات الحرارة العالية. آخر غلاف، الغلاف الخارجي اللي هو أبعد غلاف عن الكرة الأرضية. بما أنه هو أبعد غلاف عن الكرة الأرضية، فإذا هو شاح يصير به، يعني تقريبا يصير الهواء نادر، وبالإضافة إلى أنه هو تقل به الجاذبية الأرضية، ولهذا تشوفون تسبح به الأجرام السماوية. هذا وراح كلها صار الأقمار الصناعية، هاي كلها راح تسبح بي. ليش؟ لأن بسبب قلة الجاذبية الأرضية. أعيد صفصات الصورة سريعة، أبدي من الغلاف الأقرب للأرض داخلي، وأبعد شيء اسمه خارجي. من الداخل اللي هو الأول شيء هو توجد بي التغيرات الجوية، الثاني بي طبقة الأوزون، وبالإضافة إلى أنه يتحلق بي الطائرات لأنه ما بي أي تغيرات جوية. ثالث شيء الغلاف المتوسط اللي هو يعمل في فائدة كلش كبيرة حتى يصد الأجرام السماوية، وبالإضافة إلى أنه يعني ما راح توصل الأجرام السماوية، راح تحترق فما تقدر تنزل لنا. الغلاف الرابع اللي هو الغلاف الحراري اللي هو ترتفع به درجة الحرارة، هاي من اسمه. الغلاف الخارجي صار إن الهواء بنادر كلش قليل، وقلة الجاذبية الأرضية تكون كلش قليلة، فتسبح به الأقمار الصناعية. زين، بعد شنو وراش؟ أكو شمس، صح؟ فهاي الشمس من تطيني أشعة أسميها الإشعاع الشمسي، الإشعاع الشمسي. فأجي من الإشعاع الشمسي، هذا الإشعاع شنو هو؟ اللي الأشعة اللي تجيني من الشمس توصل للأرض، من الشمس وتجي من وين؟ توصل للأرض. فهذا الإشعاع الشمسي هو بقى هنا، نتشوف بهاي الصورة، بقى هاي هنا، هاي الشمس وهاي الأرض. الأشعة اللي توصل تنطلق من الشمس نحو الأرض أسميها إشعاع شمسي، لكن بقى هاي الأشعة مو كلها توصل للأرض،
طبعا احنا هنا كم غلاف عندنا؟ غلاف جوي كم واحد بي طبقات؟ خمسة. كل واحد راح ياخذ جزء من اشعة الشمس، المسافة بعيدة، فبالتالي ما راح توصل لنفس القوة اللي تنطلق من الشمس وتوصل للأرض، وبالإضافة راح تبدي تنعكس من عندها. هسه نرجع، شلون تنعكس من عندها؟ يقول لا تصل معظم الطاقة الشمسية إلى الأرض، حيث يضيع بعضها في الغلاف الفضاء الخارجي، تمتصل الغيوم أو ترجع تعكسه، بالإضافة إلى أنه هو اللي يوصل للأرض همين يرجع ينعكس إلى الفضاء، والجزء الآخر يقوم بتسخين الهواء واليابسة والمحيطات. أوكي، فإذا الأشعة الشمسية والأشعة اللي صادرة من الشمس وين نزلت؟ تنزل للأرض، لكن توصل نفس القوة؟ لا. ليش؟ لأن هي راح تمر بطبقات الغلاف الجوي، واللي هي راح تقلل من نسبة الطاقة الشمسية الأشعة الشمسية الصادرة. زين، تتباين المناطق المختلفة على سطح الأرض في كمية ما يصلها من الأشعة الشمسية. شلون يعني؟ يعني تعتمد على أربع نقاط، على أربع شغلات تعتمد يعتمد الأشعة الشمسية. أول شيء زاوية سقوط الأشعة. يعني شلون؟ احنا دائما نشوف بالنهار الحرارة تكون عالية. ليش؟ لأني يعني من أرفع رأسي أشوف الشمس فوقي، فالأشعة تكون عمودية، بينما وقت الشروق ووقت الغروب تكون درجة الحرارة يعني أحسن. ليش؟ لأن الأشعة تكون مائلة، فزاوية سقوط الأشعة هي كلش تعتمد وكلش مهمة بالنسبة للحرارة الطيها. ثاني شيء اختلاف طول النهار. أن اختلاف طول النهار هو كلش مهم. ليش؟ لأنه النهار يصير طويل تجيني أشعة شمس أكثر، النهار يصير قصير أشعة الشمس تكون أقل، فبالتالي إذا تعتمد على زاوية سقوط الأشعة وتعتمد على اختلاف طول النهار. بعد شنو؟ تعتمد أيضا على شفافية الغلاف الجوي. اليوم الدنيا تراب، الشمس تكون قليلة. اليوم الدنيا مغيمة، الشمس تكون قليلة. يعني دا أقول الشمس، قصدي الإشعاع الشمسي اللي دا يوصلني. أوكي، فإذا تختلف على شفافية الغلاف الجوي. بعد شنو تختلف؟ على اختلاف التضاريس. شلون؟ يعني بالمناطق الجبلية الأشعة تكون مائلة، هيش تنزل مائلة، بينما بالمناطق الاستوائية تكون بالشكل عمودي، مثل هذا عمودي طول الوقت، فتكون حارة. فدائما احنا نقول هذا، نشوف المناطق الجبلية تكون باردة بينما